حدثنا علي بن حفص، حدثنا ابن المبارك: أخبرنا طلحة بن أبي سعيد، قال: سمعت سعيدًا المقبوري يحدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسًا في سبيل الله إيمانًا بالله وتصديقًا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة.